معرض الكتاب السنه دي اختار الكاتب الكبير الراحل يحيى حقي كشخصيه للمعرض، وبيظهر وهو قاعد من خلال تقنيه الهولوجرام عشان يرد بصوته على اسئله جمهور معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته 53، وده هتلاقوه في قاعه العرض الرئيسيه. وطبعا التقنيه دي هتخلي في ناس كتير يحبوا يروحوا ويشوفوا المعرض، عشان كده احنا بنحاول ننقلها لحضراتكم. أنا سعيدة جدا إن الهيئة العامة للكتاب ووزارة الثقافة والدولة يعني كرمت الأستاذ يحيى حقي في إنه يكون شخصية هذا العام في معرض الكتاب، وده يرجع إن يحيى حقي كان من أهم الرواد اللي كانوا بيحضروا معرض الكتاب كل عام، وكان دايما بيكون له محاضرة ويتحدث مع الجمهور، وكان بيفي تلاقي ومحبة ورؤية ثقافية متعددة وأحاديث من القلب وتعريف وجه آخر للأستاذ يحيى حقي. فأنا الحقيقة النهاردة تذكرت ده، إن أنا بأحيي ذكراه لأنه هو عايش في وجداننا لحد النهاردة، وكمان كتاباته مهمة جدا، معاصرة كأنها كتبت الآن كاللغة التلفزيونية حصريا، لأن ما فيش اغتراب خالص في كتاباته. فلذلك أنا بعتقد أن هؤلاء الرواد أمثال أستاذنا يحيى حقي، الأستاذ توفيق الحكيم والدكتور والأستاذ نجيب محفوظ، معاصرين لحياتنا العصرية النهاردة، وكتاباتهم يقدر الشباب والمهتم بالقراءة أنه يتعرف ويقرأ أفكارهم لها متجددة ولها أطياف المشاعر والأحاسيس اللي احنا محتاجين لها في حياتنا. طبعا أنا سعيد جدا أن تبقى شخصية الأستاذ يحيى حقي هي شخصية معرض هذا العام، وأنا بشكر دكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والمعرض بصفة عامة لاختيار الأستاذ يحيى حقي لمعرض هذا العام. الأستاذ يحيى حقي لأنه غاص في المجتمع المصري من خلال رحلته بقى إلى الصعيد ثم إلى خارج مصر في عدد من زي مثلا راح جدة، روما، باريس، استطاع ان هو ينقل ثقافات هذه البلاد وفعلا يهضمها هضما جيدا جدا، ثم استوعب الادب العربي كله تاريخه. طبعا الكاتب الكبير يحيى حقي من اهم الكتاب والروائيين المصريين، وايضا رائد من رواد القصه القصيره، طبعا من اشهر رواياته كمان كان انديل ام هشام اللي تحول بعد كده لفيلم. يا حسام انا عارفه انت بتحب الفيلم. فيلم عظيم، هي قصه عظيمه طبعاً. يعني الفيلم اتعمل حلو جدا طبعا، بس تبقى القصه عظيمه يعني، واظن تنفعنا اليومين دول في فكره الوصفات اللي بتطلع. صحيح. والناس تروح تتعالج عند ما اعرف مين وابصر ايه، وخد اللبخه الفلانيه، طب خد مجموعه الكورونا الدواء، كل الحاجات اللي الناس بتضحك بيها على بعض وممكن الناس تصدقها تؤدي لكوارث. تؤدي لكوارث بالظبط. صحيح.